المشروع عندنا جوج تخرج صافي، ما طالبين حتى شي حاجه. انا بغيت ها وليدي يخرج ندفنو نقيد قبره صافي، ما بغيت والو حتى شي حاجه. هذاك الوليد اللي تدفن علاش يقولوا لي حنا ما مرغميش؟ علاش ما مرغوميش باش نجيو؟ علاش اجيو يكذبوا علينا؟ اجيو يكذبوا علينا يساندونا. سندنا اللي تيقول لك ما طالب حتى شي حاجه، ما مرغومش ليا داك الدري. لا حول ولا قوه الا بالله، لا حول ولا قوه. الناس ما كنعرفوهمش، انا عيني نشفهم بالدموع، نشفهم بالدموع من كثره البكاء. نشفهم ساندونا، ولا ديك المساند ديالهم هزاتنا من المعنويات ديالهم، هما اللي مسؤولين وعملوا تجربه في الحوادث. ما يجيوش، هما خاصهم يجيو ويجيبوا الماتريال ديالهم ويقلبوا، ماشي يجي يديروا دوره شرفيه ويخرجوا. حشومه والله حتى حشومه، حنا حشومه، راه حنا راه ولد الشعب هذا، مالو ماشي ولد الشعب. ولكن لا القليل، لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم، لا حول ولا قوه. انا اخويا ربي اللي مطالع بينا، راه ربي هو اللي مطالع بينا. حنا كيفاش نعيش؟ راه حنا مشويين، حنا هنايا راه تنتعذبوا، راه محنين. الحمد لله الحمد لله، كاينين ولاد الناس والشعب مساندنا، ولكن كاين السلطات اللي عندهم الاجهزه وعندهم هما اللي ما درني خاطري. برك خاطركم سمعتي هذيك الكلمه ديالك؟ درني خاطري بحال هذاك الانسان ذاك راه لا شيء لا شيء، ولا عند الله كل شيء، عند الله كل شيء، عند الله كل شيء. وكيل ربي كبير، راه شاهد ربي كبير، الحمد لله ربي كبير ان شاء الله. امين 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 يا رب. وياه راه قلبي ما ربي اللي مطالع بيه. اللهم لك الحمد، اللهم لك الحمد. ولدنا داخل في البحر وزيد ما جات يطعن فينا، كنا في الطعانات بزاف 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 اولدي بزاف. هادشي ما غنكايرش شهيد، ما تبكيش، وانا ما كرهتش نوصل للمسؤولين. انا ما تنكيش حيت ولدي مات، اللهم لك الحمد. انا ما معاضش حكم الله، انا هادشي هو اللي بقى فيا الحال على هاد التصرفات. يقول لك انا غير مرغم باش ندخل باش نقلب عليه، هادشي هو اللي بقى فيا. الله ينصرو. وحنا واش حنا بشر ولا حشومات؟ ولا ما عاد شناهو ما تدخل، ما ديريش لنا اعتبار في هاد البلاد اخويا، ما ديريش لنا اعتبار. خاص تدخل، خاص الرحمه. اللهم انا هذا ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. بغينا هاد الناس يشوفوا من حالنا. الناس ماتوا، الام ديال الغريق في الصابلات محمديه. مش اولا ما مجبرين، اولا ماشي شغلنا. هنا الانسان راه كيبدا يحس بنوع من انواع ديال الحقرة، نوع من انواع ديال عدم الاهتمام. هذا النوع من 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 من, من الاجوبة في ستوندار ديال الوقاية المدنية كيدل على ان هذاك السيد غير مسؤول. هذا السيد هذا حتى هذاك الخلاص اللي كيشد، اولا حتى هذيك الرحمة الوالدين كتوصلوا ما يستحقهاش. حنا ما كنلومو حتى واحد، عام الله بيه بالستريس ديالو، ولكن يراعي لهاد الناس هادو، يراعي لهاد المرة هادي، يراعي لهاد العائلة هادي اللي كاع كلهم شتا هنا في البحر من نهار الحد حتى اليوم الخميس وباقي ما باش ليهم ماسم. اي حنا عارفين بيرا ما في يديكمش انتوما شي حاجه، امر الله نافذ على الجميع. لكن كلمه طيبه صدقه، الكلمه الطيبه كتعالج النفوس، كتعالج جروح، كلمه طيبه. استوفينا كثير في هذا الكلام هذا، ماشي مره ماشي جوج ماشي ثلاثه. المسؤول خصو يكون كيعرف كيفاش يتعامل، يعرف كيفاش يساير السيرفيس ديالو. عارفين كاينين محايين سيرفيس، ولكن ما عارفينش انك غادي تقول كلام خايب جارح لواحد انسانه او لواحد الانسان مكلوم في الفريده ديال الكبده ديالو. اللي كيموت موته عاديه وكيتدفن راه كنقولوا عليه واحد الكلمه ديال اح وبردت، لكن اللي كيكون غارق في البحر وباقي ما دفناتوش مهمته وباه كتقال كبده شاعله فيها العافيه. ما نتمنوش من الله على ان شي واحد يطيح في هذا الشيء، كنتمنوا من الله السلامه، كنتمنوا من الله على ان يحفظ وليداتنا وليدات المسلمين كافه اجمعين. لكن كتبقى دائما الكلمه الطيبه هي احسن حاجه نقدروا نهديوها ونقدموها للناس المكلومين، الناس المجروحين في الكبدات ديالهم، الناس اللي كيعانيو. نتمنى على ان الميساج ديال هذه الام يوصل القلوب الرحيمة في المسؤولين وتواصلوا معاهم. وهذا السيد هذا خصو يقدم اعتذار
ومن حق هذه الام انها تسمع هذا الاعتذار، وراه غادا تسمح ليه لانها ام. وتحيه لكم مغارب نيوز عبر المباشر من صابلات مدينه المحمديه. السلام عليكم.